وسهلا بسميرة. امين تأهلين فيكي. تفضلي. قاعدة على الريحة مثل ما بتحبيها. تمام. كيس لموديات يعني ده كلك ذوق. الله يسلمك. جيب لك شوية بيتي فور، البيتي فور كثير طيب مع القهوة. يعني المنيحة بدها سؤال؟ على راسي. ما قلتي لي ندى، امتى اخوكي غسان ومرته جايين من تركيا؟ المفروض امبارح. وبصراحة أنا خلي قلبي عليهم كثير. ليش قديش صار لهم مسافرين؟ يا ستي صار لهم 9 أيام بما فيهم اليوم. وصار لك نايمة ببيتهم 9 أيام؟ إيه لكان. أحسن ما يضل البيت فاضي. شو وصلتي يجيب لك هدية؟ طلبت منه يجيب لي سجادة كبيرة. حاكم معلومة، السجاد التركي صار عم ينافس السجاد الإيراني. إيه طبعاً. لأنه تركيا مشهورة بالغنم والصوف والجلد والشاموان. تفضلي حبيبتي. كيس لمهديات. ليكي دخليه بسيارته راح ولا عن طريق مكتب سياحي؟ لا بسيارته، لأنه ما في أحلى من طريق البر، خضار وشجر وغابات، يعني شي بيرد الروح. إي صحيح، بس تعب عليه. لا تنسي إن السواقة من هون لتركيا شي بيكسر الظهر كسر. ليش هو رح يسوق من الشام لتركيا فرد سحبة؟ بعدين غسان أخذ معه طاولة صغيرة بتنطوي مع كرسية، وأخذ كمان ترمس شاي وترمس قهوة وترمس ليمونادة. هذا طبعا مع هذا السندويش والمندويش والمعلبات بأنواعها. أخذ جبنة وطون وحمص ومربى وغيره وغيراته. بتعرفي أنت والله إذا مثل ما عم تحكي معناتها رح ينبسطوا كتير. أي لكان. بعدين أخي غسان صاحب مراق، وهلا مرته مرتبة ومدقنة بتحب شم الهوا كتير. طيب ليش لا يروح على تركيا؟ ليش ما راحوا على مصر؟ شلون من كان هنيك بيحكوا عربي؟ بعدين مصر كسياحة بينرح لها مو ما بينرح لها. اي نعيمة، صار رايح لمصر أكثر من 4 مرات. ليش فكرك مين جاب لي الشنطة الجلد اللي حطيتي عينك عليها وكنتي بدك تلطشيها مني؟ يخرب ذوقك لهلا ما نسيتي. هلا هي من مصر؟ طبعا، أخي جاب لي إياها من مصر، وصدقيني لو ما كانت هدية كنت أعطيتك إياها عن طيب خاطر، بس بتعرفي أنتِ الهدية ما بتنهدى. على كل حال ندى، أنا إذا فكرت سافر لتركيا مرة ثانية بدي أعمل مثل أخوكي غسان ومرته. كيف يعني؟ يعني بدي سافر أنا وجوزي ماهر بالسيارة، لأنه السنة الماضية طلعنا مع جروب سياحي وبالطيارة وما انبسطنا منه. يعني خدمتهم كانت سيئة؟ يا ستي القصة باختصار هي كالتالي. فتنا أنا وماهر على مكتب الفرفشة للسياحة والسفر، والله وكيلك قبل ما نفتح تمنا ونسأل سؤال واحد زرعونا السما حشيش وفرشونا البحر عشب أخضر، وقالوا راح نزوركم أهم المدن والمعالم السياحية بتركيا. ورح ونحن من سمعنا هالكلام ارتخينا وانتخينا ودفعنا رسم الاشتراك ونحن عم نضحك ونلعب. ايه شو صار بعدين؟ يا ستي اللي صار انه اول ما وصلنا للمطار دفسونا دفس فوق بعضنا البعض الله وكيلك بميكروباص عتيق كتير كتير، وضل هالميكرو يطشطش فينا من المطار هيك لوصلنا لخرابة في بقلبة بناية مشرشحة. قالوا لنا هذا هو الاوتيل اللي بتكون تنزلوا فيه. معقولة؟ شو عم تحكي انتي؟ ما بزل عليك بحرف ندى، سألناهن وقلنا لهم هلأ هذا هو الأوتيل الـ5 نجوم اللي وعدتونا فيه؟ قالونا معلشي ما تأخذونا، باتوا هالليلة بهالأوتيل وبكرة من الصبح مننقلكن لأوتيل تاني. الموسم عجق والأوتيل تبع الـ5 نجوم خاوز معهم ونقلوكو؟ تعدميهن. وضلينا بهالأوتيل المشرشح 10 أيام. أوف، ليش قديش مدة الرحلة كلها؟ 10 أيام. ضليتوا كل 10 أيام بالأوتيل؟ ايه نعم ستي. لا وغير هيك مي سخنة بالأوض ما في، بانيو بالحمام ما في، ولك خزانة للتياب ما في، والموكيت الله لا يورجيك هيك موكيت مهرهير ومكتكت، والتلفزيون شو رأيك أسود وأبيض ما بيشتغل إلا بالطرق وبالسفق، وحتى المكيف معطل. الله وكيلك يا ندى صرت اتقلب بفرشتي مثل الحية المشوبة من كتر الحر والدبق. طيب كنتوا احتجوا، يعني ليش ما احتجيتوا؟ لمين بدنا نحتج حبيبتي؟ كلياتنا غشمة وما منعرف حدا بتركيا نلجأ له. لا والألعم من هيك الأكل اللي قدمونا يا. شو قدموا لكم؟ يا ستي حسب البرنامج المفروض بأول يوم يقدمونا غدا سمك مع القريدس. وإن شاء الله طعمكم سردين. يا ريت. ما جابوا سيرة السمك منوب. لكن شو غدوكم؟ مسقعة. يعني باذنجان مقلي ومطبوخ مع البندورة. قال هي هي الأكلة الشعبية التركية. وبقية الأيام شي طعمونا مجدرة، شي يلنجي وأكلات زيت، ولك الشيش كباب اللي مشهورة في تركيا ما دقنا لآخر يوم. وهذا بعد شو؟ بعد ما فتحنا جعراننا عليهم على التمام. العمى وليش كل الأد مستوطين حياتكم؟ أنا بعرف. لقوا كلكم والرحلة البحرية اللي أخدونا عليها كوم تاني. مش لوين أخدوكم؟ المفروض ياخدونا على الجزر، وهن فعلا أخدونا
بس صدقيني يا ندى، الرحلة من طرطوس لأرواد أحلى بمليون مرة من هي الرحلة. بالله عم تحكي عن جد؟ إيه مثل ما عم أقلي، ولكل الناس بيعرفوا إنه تركيا طبيعة خلابة ومناظر ساحرة، أما رحلتنا يا حسرتي غبرة وعفرة وقلة واجب. ليكون أخدوكن على ديار بكر؟ خوش أنا شكيت إنهن أخدونا على تركيا أصلاً، لأني لا شفت لا بوسفور ولا مرمرة ولا بورصة اللي منسمع فيها ولا حتى بيوك قضى الجزيرة المسيطة. العمى شو هذا، مكتب سياحي ولا مكتب للكذب والدجل؟ هو إذا بدك الصراحة ندى، جماعة استسوحونا تمام. ليش أنتم ما اطلعتوا على البرنامج كامل؟ لك اطلعنا، بس الاطلاع شيء والواقع شيء تاني. بس التوبة، خلاص التوبة إذا بقى عيد عن طريق مكتب سياحي. لا أستي، أنت هيك عم تظلمي كل المكاتب السياحية، يعني مو كلياتهم هيك، بجوز هذا مكتب الفرفشة اللي رحتي عن طريقه. لا عن طريق الفرفشة ولا النعنشة، خلص تجربة جربتها وما حبيتها. هلا ولك ندى ناوية سافر على تركيا أنا وجوزي ماهر. الحمد لله عنا سيارة واثنيناتنا منعرف نسوق. ألو، أهلين غسان، منين عم تحكي؟ عم بحكي من الحدود. يعني لساتك تركيا ولا طلعت؟ خلصت ورائي من الجمارك والحدود التركية وصرت بالأراضي السورية. عم تحكي من الجمارك السورية؟ لا لسه ما وصلت لنقطة الحدود، بقيلي شوية. ايه شوية لأوصل، بس قلت لحالي خليني خبرك لأني تأخرت شوي وخفت يغلى قلبك علي. تسلم لي يا غسان، فعلا غلي قلبي عليك. كيفك انت تقبرني؟ كيف هلا ان شاء الله انبسطتوا؟ الحمد لله اختي، الحمد لله كل شيء تمام. قلت لي السجادة ولا نسيتها؟ ولو يا ندى، معقولة انساها؟ على كل حال يمكن نوصل بعد نص ليل، بقى نامي انت ولا يكن لك فكر. لك الله يجيبك بالسلامة، سوق على مهلك. ها ايه وهو كذلك، ماشي الحال. خاطرك اختي، الله معك، تقبرني مع السلامة. لك يقبر قلبي هالغسان شو حنون. شوفي خافي انشغل بالي، اتصل فيني تليفون. منين فتح لك تليفون؟ يعني هلا وين بيكون؟ هلا بيكون بطريقه للحدود السورية. تشربي قهوة مرة تانية؟ بشرة يلا. تاكلي سندويشة سجق هلا؟ لا حبيبي شبعانة، بس إذا في كولا بشرب. تكرم عيونك. تفضلي. تفضلي حبيبتي. يسلموا حبيبي. ايه هلا، قولي لي لشوف. شو حبيبي؟ شلون بتقيمي الرحلة هي؟ يعني قديش بتعطيها علامة؟ يعني لحد هلا 10 على 10. وشلوني معك بهالرحلة؟ لأنه مثل ما بيقولوا الرفيق قبل الطريق. يا سيدي أنت ما في مثلك، وفعلا انتصحت بجيتي معك. يعني مالك ندمانة لأنك تركتي رحلة الجروب النسواني تبع مؤسستكم وإجيتي معي؟ أعوذ بالله، قال ندماني. قال مين كان بده يتحملني ويتحمل سألتي وخاصة بالأسواق؟ أنا طويل بال مو هيك؟ إيه طويل باله بس، ولك أنت ما في منك، لكريتك تطلع على قبري إن شاء الله. بعدين السفر بيكشف الإنسان على حقيقته. وشلون لقيتي حقيقتي؟ إن شاء الله عجبتك. هلأ عم تتواضع ولا حابب تسمع مديحك بإذنك؟ لك لا، بس حابب أسمعك عم تمدحيني، لأنه هالأمر نادر الحدوث. ايه لا انت التاني، يعني مالي كل هالقد بخيلة بالكلام الحلو. ايه عيوني منمشي؟ وليش مستعجل؟ والله القعدة هون حلوة، بعدين شوف هالهويات ما انعموا. والله معك حق،
بس بتعرفي حتى نكسب الوقت، لأنه ما بدي أصل متأخر بالليل، سواقة الليل ما بحبها. معك حق، بس قلتك حدا بيحكي معنا شي على الحدود مشان السجادة والمشتريات والغراض والهدايا اللي جايبينهم معنا؟ لا ولا يهمك، رفيقي عبد المجيد مناوي بالليلة ورح يدبر لنا كل شي. لعب على هالسألة، أنا قديش شفت بحياتي غلاظات مثل هالركاب، لا شفت ولا عيني رأيت بكسر لها. مرحبا يا جماعة. أهلين سالي مدام، مرحبا. بيلتقالي عندكم كاسة مي باردة اشربها حاكم، عندي حبة الضغط بدي ابلعها. ايه على عيوني وراسي مدام، تكرم عيونك. لحظة صغيرة بس، لحظة ما تطول، يلا. تفضلي مدام، ارتاحي تفضلي، باين عليكي متضايقة. متضايقة كتير كتير، مش وح. العصي وينه؟ تفضلي مدام. هات خلصني انت التاني. ليش هيك سخنة؟ شو طالبة منك كاسة شاي انا؟ عفوا مدام، بجوز الترموس. ولك انا لا لي حظ لا من قريب ولا من بعيد، لا من عدو ولا من صديق تضرب هالعيشة شو مرة. لا وكل ما بحس حالي فتت لجوا بلاقي حالي على غفلة صرت برا. خير مدام؟ شايفك مزعوجة. ايه والله مزعوجة على الآخر، بس أنا ساكتي على وجعي وعم كابر. سلامتك يا مدام، إن شاء الله ما تشوفي إلا الخير. حضرتك نازلة على الشام؟ ايه والله نازلة على الشام شريف، بس الله رماني بقوبة ركاب يا حفيظ ويا لطيف، أنظم واحد فيهم حشت نشت والشوفير أزعر هردبشت، يعني أغلص منه بالكون ما رأيت عيني ولا شفت. ليش حضرتك نازلة بسيارة إجراء؟ إيه نعم يا سيدي، والعين تطرقني طرق والحمة تسفني سفق، ساعة وافقت اتحش حالي بين هالخلق، بركي مسبني سفي ميور. خير خالي، بإيش عم يضايقوكي؟ بإيش يعني؟ بالحركشة والزعرنات، وكأنه بعمرهم مو شايفين بنات، وبيني وبينكم هو الحق معنا، لأنه شافوني تشك وزال، قاموا صايروا يلطشوني حكي هالأرزال. بس شو بدي اقول؟ هريته رصاصي رصني رص، والطاعون يشني يش لما قبلت اني اركب معهم بالسياره. شو قلت لحالي؟ قلت لحالي وفري لك كم قرش يا بنت وبلا ما تركبي بالطياره، وهذا اللي صار. لك ريت الوبا يحلني حلو يبعث لي حمه ونازل. ومنين حضرتك جاي؟ جاي من ششمت يا زول. وين بتجي؟ بنص هضبه الاناضول. لقوا فوق هالشي على غفلة وأنا نايمة سرقوني. اكشم دهس تايم. الله بلير. أعوذ بالله، معقولة؟ ما بزل عليكم يا نور عيوني، والحق معهم، لأنه شافوني حرمة مقدرة فقالوا لحالهم شو عليه إذا سرقنا لصندويشاتا، ولو ما كنت حاطة مصرياتي بدكتي كانوا قالوا شو لزومهم مصرياتا. فعلا أمر هالركاب غريب. هي بعت لي 60 ضريب وإن شاء الله ينزل على بدني 100 قضيب. ساعة نقبلت اندحش هيك دحشة بين هالأرباط. ولا يهمك خالي، طولي بالك، على كل حال ما صفي إلا القليل لتصلي على الشام. سامعة بإذنك؟ سامعة لك، حتى زمورن مشرشح ومثل الكلب اللي عم ينبح. على كل لا تأخذوني يا جماعة، وجعت لكم راسكم بقصصي، بس لو ما كنت فشيت لكم قلبي يمكن كنت بدي طق شقفتين، بس هيك الدنيا وتركيبتها، ناس بتعن وبتتوجع وناس بتسمع وبتتسمع. يرقن دار المشيم هاشتايم امان بركي مسبني سافي ميور نيابي الميورم. غسان اسألها بركي المخلوقة مقطوعة من المصاري ومستحية تقول. ما سمعتيها؟ قال المصاري بدكتي. اسألها ما بتخسر شي. وعرف مدام، يا مدام. أفنديم حضرت ليريم. عدم المؤاخذة، معك مصاري كفوكي؟ تشكرات أفنديم على سؤالك، والحقيقة أنا ما عم عاني من قلة المصاري، والطلب اللي ممكن تخدموني فيه هو كالتالي إذا ما في إزعاج. لا ولو، تفضلي خدي راحتك. أنا شايفة إنه سيارتكم واسعة وأنتوا اتنين، بقى ممكن أركب معكم وما رح أنسالكم هالمعروف طول العمر. تركبي معنا؟ يعني بدك تنزلي على الشام معنا؟ إذا ما فيها سئل المسألة، لأني بصراحة رايحة مع هالأرباط غصبا عني. بقى شو قلتوا؟ وبترجاكم بلا مكمكي دجولي جوابكم دج بدون فزلكي.
هو الحقيقة قوي قلبك وجاوبني، ولو إنه رفضك رح يعذبني. معلش غسان، شو عليه؟ الخانم هيئتها مزنوقة، وإذا بدكم بدفع لكم إجرة، لأنه ولله الحمد مصاريي بدكتي ومو ناقصني فلوس. طيب ماشي الحال، معك أغراض يا ترى؟ معي شنطة سفر، رح أركض جيبها قبل ما يسرقوا لي إياها هالغجر. اسمحي لي ندى، أنا صار لازم أمشي. شو تمشي؟ بدك تغدي عندي، ما في كلام. إيه بس أنا بصراحة ما عندي. لا بلا بس بلا مس، يعني شوفي وراكي، وين تاركتيني ورايحة؟ هو ما في شيء بس. لا بلا فلسفة، هلا بجيب هالشدة وبنقعد نتسلى، يا أما بجيب هالفولات نفصص فول مقلى، شو رأيك؟ مثل ما بدي، أنا بأمرك طالما أنا عندي. عظيم كثير. يا ترى وين صفيت أراضي أخي غسان هلا؟ الملخص يا جماعة، مشنطتها كتير ممرمرة ودايقة من هالكوع سم ومن هالكوع دم. ولما كنت صغيرة بنت 14 كنت فرجة لمين يتفرج. لا، وأهلي من كتر ما كانوا طماعين جوزوني لرجال عمره فوق 70. بس شو زنقيل كتير، عنده بواخر بالدردنيل وعوامات على شط النيل وثلاث بنايات بسن الفيل. عفوا، يمكن صار لازم نمشي الكرسي إذا بتريدي، لأنه خايف الشمس تغيب وال... هلا لا تقطع لي سلسلة أفكاري، بعدين ما بدكن تعرفوا مين جناب حضرتي قبل ما تركبوني معكم؟ مع حق غسان، خليها تفضفض شوي، بركي هيك بتريح نفسيتها. بس ما قلتينا خالي، شو الاسم بالخير؟ أنا اسمي تركان بنت أورخان التتنجي. وشامية حضرتك ولا تركية؟ معلوم، أنا أصلي شامي بس عايشة بتركيا من وقت ما كنت فصعونة صغيرة، وجدي كان يبش كاتب عند السلطان زنقي. إيه بس لهجتك الشامية كتير كتير مزبوطة. معلوم، ما أحلاني والله لو ألساني ومغيرة لهجتي. إيه والله ما بغيرها حتى التعش بتربتي، شامية أنا ورح أضل شامية. طيب وشو نازلة تعملي بالشام لكان؟ أمان يا ربي أمان. لك يا بنتي، أنا شروشي كلها ضاربة بالشام شريف، صحيح كل اللي بعرفهم ماتوا وصار لي 30 سنة ما دست عتبة الشام شريف، بس إلي حصة كبيرة بدكاكين سوق ساروجا وعندي بوايك بالميدان وخانات بسوق مدحت باشا. أنت مين قالك هالحكي؟ يعني قصدي مين خبرك إنه إلك أملاك بالشام؟ هيك بعت لي خبر المحامي تاركتو، وبصراحة خايفة لطير الورتة من إيدي ويسرقوني. حاكم أنا محظوظة بالسرائين ولي على حظي المسخام. ليش سبق إنه حدا تلاعب معك وهضم لك حقك لا سمح الله؟ كتير يا أستاذ كتير. مثلاً مبارح كنت رايحة سيرانة لبيوك أضاء، وقبل ما أركب بالشختورة سألتهم بقديش الركبة، قالوا لي ب3000 ليرة تركي. خلصت السيرانة المسخمة، قال طلع لنا معك 4000، والمفروض تاكلي ساندويش مو من البوفيه المفتوحة. يعني بصراحة سرقوني. إيه كنت اشتكي عليهم؟ مين قالك ما اشتكيت؟ آخ، بس بعد ما انتهيت من عرض ظلامتي على رئيس الكراكون قال لي ولا يهمك يا فنديم، أنا بحصل لك حقك من هيم. وفعلا أصدر فرمان وجاب صاحبين الشختورة وحبسهم بالنظارة 3 أيام. عظيم كتير، معناته رئيس الكراكون أنصفي. صحيح، بس بعد شو؟ بعد ما أخذ مني 7000 ليرة تركي على الخدمة التعيسة، يعني بالمشرمحي انسرقت مرتين، سرقوني بالشختورة وفوق منا سرقوني بالمخفر. طيب عدم المؤاخذة، أنت ليش لحتى هلا لا ليش لا؟ حديثك ما عليه شيء. شفت هالسيارة اللي نزلت منها أنا؟ إيه شبهها. فكرك مين صاحبها؟ ما بعرف مين. أنا، يعني بالأصل كانت إلي. خلف لي اياها المرحوم جوزي ديميريل يلمز خان، من جملة يعني ما خلف، بس المحامي تاركته الله لا يوجه له الخير، كيف ما توجهه حيث ما حل سرقها مني. وشلون سرقها بقى؟ هذا يا ستي كلفته يخلص لي تركتي تبع المرحوم ويلاحق لي حقوقي. والنكتة انه بعد ما خلصت معاملة الارز ما طلع لي شيء، ما طلع لي الوتكة، بالعكس المرحوم الله يوجه له الخير هو التاني ترك وراه ديون تكسر الظهر ولازم أنا سددها. بس مو هون المشكلة. لكن شو المشكلة؟ المشكلة إنه المحامي طلب أتعابه مني، وباعتبار ما معي، وباعتبار صفيت على الجنط، وباعتبار المحامي طلع طماع، فاضطريت أعطيه السيارة كتسوية.
يعني بالمختصر انسرقت مرتين، مرة من جوزي ديميريل ومرة من المحامي تاركتو. اي نعم حبيباتي، سرقوني عينك كد عينك. يا ستي الله يحمل معك شو مقهرمة. يلا غسان خلينا نمشي، تأخرنا. ايه والله دوبنا، لازم نمشي هلا بطيب الشمس. الكرسي لو سمحتي مدام. ايه خدو. يلا. وينك سميرة؟ اجتني فكرة يمكن تعجبك كتير. شو هي؟ شو رأيك نخلي الفول المقلى للمساء ونبعت نجيب سمكة حرة عند أبو وليام؟ ليش لساته فاتح محله؟ ستي إذا مو فاتح منجيب من القصاب. يعني بخاف يجي أخي ومرته المساء مالهم متعشايين جوعانين، بهالحالة نحن بنتغدى ومخبي لهم حصتهم للمساء، ومسخنا بميكرويف بس يجوا، شو قلتي بقى؟ ليك والتاني على هالسؤال، يعني المنيحة بدها سؤال يا ندى. لكن رح روح وصي على السمكات على التليفون. آخ ليش هالعالم؟ إلا مرة تسرقني؟ ما بعرف، مرة اشتريت لوحة طلعت مزورة وبرضو سرقوني. غسان وقف شوي لقلك، وقف لي لحظة. مو محرزي حبيبتي، رح نصل لنقطة الحدود. معلش يا حبيبي بدي غير جو، حاسة حالي دايخة ونفسي عم تلعي. لا تطولوها، بخاف لأنه يسرقوني. لا ولا يهمك مدام، ولا يهمي. ايه شو حبيبتي هالة؟ لساتها نفسك عم تلعي؟ شوي انتظروني لحظة، معليش. ولا يهمك، روح معي؟ لا لا ما في داعي، لا تقلق، شوي بس. شلون شايفة حالك هلا؟ الحمد لله أحسن. إيه الحمد لله. تاخدي شفة قهوة؟ ما في مانع. مدام تركان، مدام تركان، شفة قهوة، قهوة سخنة. مدام تركان، فظاعة على هالمخلوقة، شو نومة تقيل. اتركها غسان حرام، أكيد نعسانة، ايه فطست من تعبها المسكينة. صحيح بس كنت حابب تشفلها فنجان قهوة. اخ طيب تبل ريقة. مدام تركان، يا مدام تركان، مدام العمى، فعلا نومة تقيل هالمخلوقة. شلون يعني نومة تقيل؟ ما بعرف، فيقيها إذا بتقدري. مدام تركان؟ مدام تركان؟ مدام تركان؟ مدام تركان؟ مدام؟ مدام؟ مدري شو بقى؟ لا عم ترد ولا عم تسمع. شو الحكي؟ مدام تركان؟ يا مدام تركان الله يرضى عليكي، يا مدام؟ يا مدام تركان؟ الله يرضى عليكي، فيقي شوي، سامعة؟ مدام؟ يا مدام؟ مدام؟ أحليين أحليين. شو هذا الأحليين؟ هلا يمكن المدام، يمكن ما بعرف فرضا، شو ما يعني بتعرفوا يمكن؟ المدام ماتت. قولي ماتت؟ إيه نعم ماتت الله يرحمها، إيدي يا باردة ماتت، حجر عينها واقف، إيه ماتت. لا تقولها غسان. يا ستي الله يرحمها، الله يرحمها، قدرها ونصيبها إنه تموت معنا على الطريق، ولا تدري نفسهم بأي أرض تموت يا هلا. إيه والعمل هلا؟ العمل والله ما بعرف،
لك شلون ما بتعرف؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف حبيبتي، تربطت ايدي، شو بدي اعمل يعني؟ ايش حاطه لبرا غسان؟ بركي بتفيق. شو ايش حاطه لبرا؟ شو ايش حاطه؟ عم اقول لك ماتت ماتت. انا ايش حاطه؟ لك ايش بدنا نساوي هلا؟ ما بعرف، لازم اركب بشي سياره وروح بلغهم على الحدود بالحادثه. شو تركب؟ قصدك منركب اثنيناتنا سوا ومنروح؟ لا لا، انت بدك تضلي عندها. وين؟ انا ضل مع المرحومه؟ طبعا، حتى بلغ الحكومه. مشان الله غسان، مشان الله خليك انت مع المرحومه وانا بروح ببلغ الحكومه. وشو بدك تقولي لهم؟ بدك تقولي لهم ماتت بسيارتنا انسانه غريبه لا بنعرفها ولا بتعرفنا؟ ايه، بحكي لهم شو صار. ولك يا هلا، فكرك الشغله رح تمرق هيك مرور الكرام؟ رح يصدقوا كلامنا؟ شو قصدك؟ لا تنسي يا هلا انه الشغله فيها تحقيق، فيها تدقيق، فيها توقيف حتى تبان الحقيقه. طيب ليش ما بيجوا هن بياخذوها وبيتركونا بحال سبيلنا؟ ما شاء الله عليك، شو ذكيه انت. يعني فكرك رح يصدقوا انه هالمخلوقه ماتت بين ايدينا موت ربنا هيك يعني بسهوله؟ هلا، شو قصدك يعني؟ يعني شو عرفهم انه ما ماتت مسمومه مثلا، او مخنوقه، او مرعوبه، او مخطوفه؟ وان شاء الله رح يفكروا انه نحن قتلناها. طبعا، من حقهم يفكروا بكل شيء حتى تبان الحقيقه. وشلون بدها تبان الحقيقه يعني؟ شلون يعني؟ بدهم يجيبوا الاسعاف وقاضي التحقيق والشرطه، وبدهم ياخذوها على التشريح، وبدهم. مشان الله مشان الله لا تعصب علي. اي والله مو ليان انك شيء، لك تضرب تضرب هذيك الساعه اللي ركبنا هالمخلوقه معنا، لك كانت باطله ومحوله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وشو رح تعمل هلا؟ شو بدي اعمل يعني؟ لكن نهفة انه ما بنقدر نرجع فيها لبلدها، ولا بنقدر نفوت فيها لبلدنا بدون اجراءات الها اول ما لاخر. وبصراحه يا هالة، رح نتشنطط شنططه ما تشنططناها بعمرنا. طيب لازم يفهموا علينا ويقدروا وضعنا. ما اختلفنا، بس الا ما ننحبس رهن التحقيق. لازم ننحبس، ما في مجال. قولي على قامتي على هالقفله، ننحبس؟ لك كان شلون بدها تبان الحقيقه؟ طيب غسان، اتصل بمحامي من على الحدود. نفس الشيء، وشو بده يعمل المحامي؟ دخلك الاجراءات بدها تاخذ مجراها. لك اساليني الي يا هلا. طيب اتصرف، هيك بدك تضلك عم تحوص مثل الخنفسه بالطاسه. وينك هلا؟ شو رايك نفوت فيها على البلد وهنيك منصارح السلطات بالموضوع كله؟ شلون ما كان بجوز ننام ببيتنا على بين ما ينتهي التحقيق، مو ننام بنظاره الحدود. وشلون نفوت فيها يعني؟ يعني مثل ما بتعرفي، يعني نحن جايبين معنا من تركيا أغراض كتير وهدايا، مو هيك؟ صحيح. وعلى الحدود ما حدا رح يفتشنا، ما حدا، لأنه رفيقي عبد المجيد مناوب هنيك، مو هيك؟ شو قصدك؟ خلصني. يعني كل ما هنالك عبد المجيد رح يفتح باب السيارة والطبون على عيون الناس، ورح يقلنا الله معكم، وما رح يفرد لنا شنطة ولا رح ينكتلنا غراض. شو المعنى؟ ما فهمت. يعني يلي بقصده نحن، يعني لو فلنفرض مثلا يعني اني عم اقول فرضا يعني. ولك شبك تبلكمت، احكي خلصني، نشفت لي دمي. فكري شو رايك بهالسجاده؟ سجاده؟ ما فهمت عليك. يعني عم اقول فلنفرض مثلا يعني اني، يعني لا تعتبري كلامي نهائي، لا قابل للنقاش كلامي. ايه، يعني لو فردنا هالسجاده ولفينا هالمرحومه فيها، عم قول فلنفرض مثلا يعني انه ورجعناها لمطرحها وربطناها وفتنا على الحدود مثل الاكابر، مو بنكون تخلصنا مؤقتا من السين والجي؟ جاوبيني. وهنيك ببلدنا منقدر نصارح السلطات بكل شيء. المرحومه بالسجاده؟ شو علي؟ شو علي حبيبتي؟ طالما النوايا نظيفة ونحن أبرياء، وسجادتنا نظيفة، وسجادتنا معنا، ومرحومتنا معنا، والله معنا. ولك شو عم تحكي أنت غسان؟ شو جنيت؟ لا والله حبيبتي ما جنيت، يعني طالما السجادة نظيفة والنوايا معنا والأبرياء بالسيارة فالأمور. عم أقول مثلا فرضا يعني. لك شو صار لك غسان؟ شو بك؟ شو ما عم تجمع؟ ما بعرف، أنا رأيي هذا أحسن حل. بقى بترجاكي قولي لي إيه ومرقيني، ولا تقولي لي لا وتغرقيني. كتير طيبين هالسمكات ندى، إن شاء الله ألف صحة. وهنا يا ستي، أنا آخر مرة أكلت فيها سمك أكلته على شط البحر، وطعمته هلأ تحت أسناني. شو أكلتي؟ لقص ولا سلطان إبراهيم؟ أنا بحبه أجنبي، هامور مدخن متبل بالمايونيز والحمض والثوم. الله يجيبك يا غسان بالسلامة لحتى تدوق هالسمكات.
ندى خدي هالفرخ اشتهيت لك يا ولك حاجة تعصى المخلوق أخطاي؟ لك أي ما عم عص وأنا التاني قلبي من الله بس بدي خشبتين صغار حتى حطهم تحت الحبل حتى ما يزبليط وتفك الربطة وهلا منين بجيب لك خشبتين؟ أنا بجيب ولا يهمك إلا ما يلتقى ورا هالشجرات هني تعال هون وين رايح خدني معك مدري شو بدنا بعد الأكل هلا أي معروفة بدنا كاسة شاي سخنة لحتى تجلي المعدة جلي على راسي سميرة وين بيكون أخي غسان هلا؟ وين بده يكون يعني؟ غير بأحضان الطبيعة الخلابة؟ غسان؟ غسان شايف مثل ما أنا شايفة؟ غسان؟ السجادة؟ والأغراض؟ العمى معقول؟ وين السجادة غسان؟ لك شو عرفني؟ أكيد انسرقت ما في غير هيك انسرقت لك وين بدها تروح يعني؟ يا أخطي يا تركان خانم هالمرة سرقوها عن حقها